نشرة السودان في دقيقة، أهلا بكم. المؤتمر الشعبي يتهم حكومة الحرية والتغيير بأنها تدار من قبل سفارات في دول الخارج. الحزب الشيوعي في شمال كردوفان يتخذ خطوات عملية للخروج من قحط ويسحب ممثليه من حكومة الولاية. انسحاب قوى نداء السودان من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ويتهمها بأنها غير مؤهلة لتكوين المجلس التشريعي. وزير التجارة والصناعة في حكومة قحط مدني عباس مدني يقول إنه لن يغادر منصبه بطلب من مجموعة من المواطنين. نهاية نشرة السودان في دقيقة، إلى اللقاء.